هنا لدينا الكرة الآن تنقل في الجهة اليمنى، ولكن أيضا خروج كيان، لكنهم يضيعون الكرات، يضيعون الكرات. هذه المجموعة على أوه، يلا إبراهيم، يلا يلا أوبا، لا 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 يا عمر، يخربين في انسحاب كوريا الشمالية اليوم، ما اتخذ قرار ولذلك لم تضاف أي نتيجة. هذه كرة أمور الأردن تسجل الثاني على باكستان. هنا لدينا كرة الآن خطيرة عالية، والهدف الأول يأتي الآن. قال هو شوف ما في فار، مسألة صحته أو لا، لكن إدارة القرار كانت سليمة جدا. هذه كرة الآن تلعب القائم الثاني، هذا الجول الثاني يضيع المنتخب السوري، ولا زالت الأمور حاضرة موجودة والكرة بعد حين. طبعا هنا عبد الرحمن في الجهة اليمنى، عرضية ثانية، الله، مبكرا يا سوريا، مبكرا يا نسور قاسيوس. لا أريد أن أثبت ما تم إثباته، يعني شوف لماذا هذه حلوة، هذا الثالث، لا مقطوعة، مؤيد العجان ينقل الكرة السليمة وتتحول، العجان مؤيد، الله، السرعة للسرعة لعمر، لعمر لعمر، أو الجانب الأيسر، الجانب الأيسر، الجانب الأيسر، نعم، هنا محمود الأسود يلعبها في البعيدة، يتأخر كثيرا محمود، ومؤيد العجان يمر، والكرة التي لا زالت، ورابع الأهداف يأتي الآن لمصلحة المنتخب السوري. رأسية الآن موجودة، وحارس المرمى المغايرة أم يبقى على نفس الزاوية؟ يبقى على نفس الزاوية، سوريا سوريا، هكذا جماهير مدرجات الأمير محمد بن فهد بالدمام. الكرة التي تلعب، مؤيد العجان، الله يا مؤيد، الله يا مؤيد العجان، أهداف جميلة وهو جميل، تلعب خطيرة وكرة، وسابع الأهداف السورية عن طريق علاء دالي، علاء